جرى اتصال هاتفي صباح اليوم بين سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد أوفير أوكنيس وزير التعاون الإقليمي بدولة إسرائيل، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والتي تم إعلانها بعد الاتصال الهاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعاهل البلاد المفدى والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تم خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، مما سينعكس إيجابا على اقتصادات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية، مما سينتج عنها زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.